بحدث لهذا يا رب، تحتصم بالصمت يا رب. انت شايف الشر وشايف وشايف وشايف، بعد كل هذا يا رب تعتصم بالصمت. لا، وبيجي يا رب بيحكي الخطايا، دول بيعملوا ويعملوا شر ورذيلة، وحيث ينتشرنا في الأرض تنتشر الرذيلة، ويعلم الناس يبهم ويزني مع كلاب ومع قطط. وبعدين يقول ايه؟ بعد كل هذا ألا أتي بريح عاصفة ساخنة أجفف نهر النيل واملاه بدم المصريين. مصر بتحمل إرهابيين، يجي حماس يعمل عمليات إرهابية في العالم كله. طيب يا مصر يا أعدائي، اعتمد يا رب. بيهاجموا على بعض، الإخوان يقتلوا بعض، والأب يقتل ابنه، والابن يقتل أبوه، والأم تقتل بنتها، والأم تقتل أمها، وخراب. وعني يجي يقول لي اليهود ايه؟ ارميا 44، عارف يهوذا، بس بقى ابنه اللي بيحبه بقى صاول الديان ابراهيم بيحبه جوه بالبك اللي هو سوريا، وبعد كده ايه يهوذا اهلا منه بقى. يقول له عارف يهوذا، لو قعدت في مصر ده هخليك تموت معاهم وتخسر فلوسك، انت مش احن مني. وهشوف كلامي ولا كلامك. الكلام ده في ارميا 44. جميل جو علاقه ربنا معانا، الحب، اني الاقي ادور على حل المشاكل عند ربنا. لو كل انسان رجع لدينه، بطل القذاره اللي هو بيعملها، ما كانش هيبقى في محامين في البلد. هيدافع عن مين؟ مش هيبقى في عندنا مجرمين. وده اللي قاله ربنا، اني ابطل عباده الشياطين من على الارض، اللي يتهجم على جاره، على الايتام، على الارامل، على الغريب، على الضيف، ويسرق بينها، بيقول من حقنا وناخد من ده. مش من انهي حقك؟ واحد تعب زي عبد الغفور برعدي وعمل ثروه، اقول لا اثرك واخده الثوره. انهي ثوره دي؟ ثوره الشيطان. احنا كل شويه يجي لنا شويه عصابه من العصابات ما علينا. المهم ربنا بيقول ايه؟ اسمعوا سمعا ولكن لا تفهموا. اشياء سته، انا اللي عميتكم وانا اللي هبصركم. طب يا رب ايش في ارتدادنا يا رب؟ لماذا يا رب قصت قلوبنا؟ عميتنا ليه يا رب؟ افتح وداننا وعينينا وقلبنا، خلينا نعرف. اوكي، كان في سبب عشان انتوا سلموا القيصر يا سالم. قول يا رب كل ده يا رب، هيد اللي حايزه يا رب. ده انت من ساعه ما قمت الموت لحد دلوقتي احنا عايزين نفهم. مين يفهم ان لم يعطيه الفهم؟ طيب ما تجربش رب الهك، ما تروحش تبني شرق وتقول هيتاخر. اوعى، شرق دي للسامريين، دول مش يهود. اليست السامره الزانيه؟ الله، ما ذنب يهوذا اللي هي خاله اليهود، لما يهجموا على المسجد الاقصى. اشعياء 62:8، حرف الرب بيمينه، حلف واقسم بزراع جبروته. هيعمل ايه؟ يشوف يعمل. اشعياء 63:5، ربنا بيقول ايه؟ فرأيت لا معين لي. الله، يعني الناس كلها ضدك يا رب في العالم؟ قال اه، كلهم جاوا على شعبي. راح مسكهم في امريكا طحنهم، رايحين يجوموا على مين؟ ابراهيم ابن البكر سوريا. نزل طحن امريكا في نفس اليوم اللي كانوا عاملين فيه اجتماع اليو ان، كل الامم متحضره عشان عايزين ندرب سوريا. تدرب مين يا بخ؟ اتعفرت في عينك، في مخك، هو قاعد في عين ربنا، شعبه في عينه. عند المسلمين يقولوا مليون ذمه، قال ذمه ذمه. مصر بتدير الارهاب، تعالى احرب لي سوريا، احرب لي لبنان، تعالى هاجي احسن نسلت عليك. وده اللي جابوه في جاءنا البيان التاني، انت يا طيب انا لا اجد سندا. ربنا ملقاش منا السند، ومش محتاج سند. فانتصرت لي ذراعي وغضبي هو اللي سندني، وقمت قطعتهم تحت رجلي. ايوه، كل الشعوب ما عدا الناس اللي بتحب شعب الله وبتحب ربنا، ما محبه ربنا محب الشعب. وقمت قطعتهم تحت رجلي. عايز تتقطع تحت رجلي؟ ظلت يا واد يا لبنا، زرت يا واد. طب يلا روح عشان تهرس النصر عند مسفيره. يا سلام، واللي قال له حرام ده اهل الذمه قتلوه، وقتلوه زي شيء مقزز. المهم احنا في بلد ما يعلم بها الا ربنا. تصنيع 11:25، ربنا بيقول ايه؟ ما فيش حد هيجف وشكم، الرب الهكم يجعل خشيتكم رعبكم على كل الشعوب. اي احنا نخاف نزعلهم، لا ربنا يزعل مننا. طبعا في مسيحيين على راسهم ضربه، وفي مسلمين بيموتوا في اليهود، واعلم ان اهل الذمه عارف
مسلسل حرب الجواسيس الحلقة 26 المكيدة اللي اتعملت وقطع خرائط ولزقوها وعطوها المنى رجب بتاع الأهرام ونكشكش المسلمين كفر اليهود و و و عشان ما اقولش اهل الذمه والكلام ده. طيب ربنا بيقول ايه؟ هيقوم عليكم كل الامم ما تخافوش. كان واحد جعان وعطشان وفي حلم وجاب لقى نفسه جعان وبخ كل اللي كلوا وشربوا ولا حد يجي ناحيتكم. اللهم ليه اللي بيموت دول يا رب؟ اللي بيموت دول شاكين في ربنا، ناس عامله خطايا. انا انت ابانا مسيحيه او اليهود يبقوا بيامنوا باله اسرائيل لما اسمع كلامه. يعني المسلم اللي هو يدفع رشوه ويزني ويسرق ويقتل ويعمل كل الخطايا المعصصه ويجور بجار ويزني مع مرات جاره، هل هذا هو مسلم؟ وده اللي قاله اسامه بن لادن عفرتك. ففي قاعدين بيكرروا بالشيشه هو قاعده والتليفون، فبيقول انت بتقول عليهم ليه كفره؟ ده ما كفرش برب الله، انا كفرتهم. قال له عملت ايه؟ قاعده متخصصه في السنه وطالبان متخصصه في الشيشة. قال له انا خليتهم يذموا اهل الذمه. قال له ازاي؟ قال له يقتلوهم يسرقوهم ينهبوهم يرعبوا لهم سيبوا دينكم وابقوا مسلمين. ذم يعني بامن بربنا، وتيجي تقول له سيب دينك كانك انت ايه؟ لا انت هتيجي عندنا ولا تاخد حد من عندنا. مش عشان ما يبقى السلام وبتاع، لا نعمل هو لو ينفع انت تامن من عندك برب يسوع المسيح، لكن ما تبقاش مسيحي. اما العثمانيه عبد الشياطين يبطل عباد الشياطين، ولو ما كانش ذرت لربنا زي المنحوسه بتاع الشرالوم اللي استضافت اسامه بن لادن وجابت البنات يغتصبوهم اغتصبناهم، ويجي يعيطولي يا كلبه ويقول صورتني وبتاع ويعيط. ايه ده؟ الناس دي ناس ما بتحسش. بعدين يجي شيخ الازهر فرحان بروحه يحكي، وعمرو موسى فرحان يفتخرون بالوطايا ارميه 49 ومرار طافح من لما نعمل في شعب الله اللي بيدافع عن السعوديه والكويت والامارات 42 سنه ساكت ما فتح امه 5 مليون دولار كل شهر. يبيعوا الخمسه في 8 ب 40 مليون، يبيعوا الخمسه في 5 ب 5 ما علينا في 4 الا المهم هو بيعمل كلام ربنا، واحنا ناس ولا 60 كلب. ما علينا، ادي كنتوا وربنا وجعكم في ايد ايران من شركم. طيب هنكمل بقية الآيات في حاجة واحدة تاني بعد كده.